السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص القرائي أحب العامل. سنقوم بالإجابة على أسئلة النص. السؤال الأول: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. قام، أقام، قاد، إنقاد. أقام النجار معرضا لصناعته. قام الفلاح مبكرا. إنقاد الطين للخزاف. قاد الراعي القطيع إلى المرعى. السؤال الثاني: أكتشف الكلمات التي تنتمي إلى النجارة. الكلمات التي تنتمي إلى النجارة هي مهد، خشب، طاولة، باب. السؤال الثالث: أذكر ضد كل كلمة. الجافة ضدها الرطبة. الصافية ضدها العكرة. الراحة ضدها التعب. يتعب ضدها يرتاح. السؤال الرابع: أستعمل الكلمات في جمل. ذاك، حبلى، الذي، آنية، حيث. ذاك النجار ماهر. هذه الشجرة حبلى بالثمار. أحب التلميذ الذي يجتهد في دروسه. صنع الخزاف آنية. ذهبت إلى المدرسة حيث أتعلم. السؤال الأول: أحدد معلومات عن النجار. يتناول الأخشاب الجافة، يصنع الباب أو المكتب أو الطاولة. السؤال الثاني: أضع العلامة أمام ما يناسب. يصنع مهدا للطفل. النجار. ينشر الخشب بالمنشار. النجار. يقود القطيع إلى المرعى. الراعي. يصنع الأبواب والنوافذ. النجار. يسوق قطيعه إلى المرعى. الراعي. السؤال الثالث: أختار الجواب المناسب. أحب من الناس العامل لأنه يتعب من أجلنا. يحول الطين إلى آنية. أولا، أنتج جملة أحاكي بها ما يأتي. أحب ذاك الذي يحول. أحب تلك التي تحترم الآخر. عندما يأتي المساء. عندما يأتي الصيف أذهب إلى البحر. السؤال الثاني: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي. لما، حينما، لكن، إذا. لما يأتي المساء يعود الراعي بقطيعه إلى الحظيرة. أو حينما يأتي المساء يعود الراعي بقطيعه إلى الحظيرة. أكتب فقرة عن الحرفة أو المهنة التي أحبها. أحب حرفة النجارة لأن النجار يحول الأخشاب الجافة إلى أشياء يمكن الاستفادة منها مثل المقاعد والطاولات والأبواب.
أنشطة الاستثمار. السؤال الأول: أقرأ وألاحظ الكلمات التي وسطها ألف. وأحب الذي حاك من القطن قميصا. الفعل هنا هو حاك، وسطه حرف الألف. أحب الراعي الذي قاد قطيعه إلى المروج. الفعل هو قاد، وسطه حرف ألف. إذا جاء المساء عاد بالقطيع إلى الحضيرة. جاء فعل في وسطه حرف الألف، عاد فعل في وسطه حرف الألف، حاك فعل أجوف، قاد فعل أجوف، جاء فعل أجوف، عاد فعل أجوف. السؤال الثاني: أعين الفعل في كل جملة من الجمل السابقة. أحب، حاك، قاد، جاء، عاد. أركب جملتين أبرز فيهما ما يأتي كما في المثال. كيف رجعت أختي من الرحلة؟ رجعت أختي من الرحلة مسرورة. كيف تستقبل خبر نجاحك؟ أستقبل خبر نجاحي مبهورا. كيف يمارس النجار عمله؟ يمارس النجار عمله مزهوا. تطبيقات كتابية. السؤال الأول: أضع العلامة أسفل الفعل الذي وسطه ألف. جاء، نام. السؤال الثاني: أحول الأفعال الآتية حسب الضمائر: قال، مال، خاف. أنا قلت، أنت قلت، أنتما قلتما، أنتن قلتن، هن قلن. أنا ملت، أنت ملت، هما مالا، هي مالت، أنتم ملتم. أنا خفت، أنت خفت، أنت خفتي، هم خافوا، نحن خفنا. السؤال الثالث: أضع كل كلمة في مكانها المناسب: مبتسما، مفتحة، مسرورا. يذهب الفلاح إلى الحقل مسرورا. النجار ينشر الخشب مبتسما. شممت الأزهار مفتحة. السؤال الأول: أضع في الفراغ الكلمة المناسبة: الذين، اللواتي، اللاتي. الفلاحون هم الذين يزرعون الأرض. الخياطات هن اللاتي يخطن الملابس. الأمهات هن اللواتي يربين الأطفال. النجارون هم الذين يصنعون المقاعد. السؤال الثاني: آتي بجمل تتضمن الذين، اللواتي. الأبطال هم الذين يحمون الوطن. النساء هن اللواتي يساهمن في التنمية.